السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي ومتابعي قناة زدي تي في في كل مكان، مرحبا بكم في حلقة جديدة ودر جديد. لقد جئت لكم أعزائي الكرام في هذا الفيديو لكي أقدم لكم تطبيقي اليومي والمفضل على هاتف جوجل بيكسل 2 XL. هذا التطبيق أعزائي الكرام فهو جد سهل الاستخدام، ويمكنك من الوصول إلى العديد من الأشياء المفضلة لديك يعني كما تشاهدون بلمسة واحدة. لاحظون كم هو سلس في الاستعمال وجد رائع صراحة. إنه My Daily Apps، تطبيقي اليومي المفضل، ودائما كلما أقوم بشراء أو اقتناء هاتف جديد أو تغيير الهاتف أقوم بوضع هذا التطبيق الرائع سيركل سايد بار على الهاتف، لأنه صراحة مميز ورائع. أفضله على السامسونج إيدج وعلى الكثير من التطبيقات المشابهة لهذا التطبيق. سوف تجدون الرابط أعزائي الكرام في الديسكريبشن، وعملية تحميله فهي جد سهلة، وتفعيله أيضا فهو جد سهل، ويمكنك تخصيص جميع التطبيقات الموجودة هنا، الدخول إلى التطبيق واختيار التطبيقات التي تريدها أن تظهر في السايد أو في السيركل سايد بار، وهذا كل شيء أعزائي الكرام. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من حلقة اليوم. لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لأنه فيديو جد مهم. دمتم في رعاية الله أعزائي الكرام، إلى اللقاء.